العاصمة الإيطالية روما أعمال الملتقى الإيطالي السوداني الأول للاستثمار بمشاركة رجال المال والأعمال السودانيين ونظرائهم من الجانب الإيطالي. ويبحث الملتقى الذي تشارك فيه الغرفة التجارية العربية الإيطالية في المنتدى بجانب 14 شركة إيطالية زارت الخرطوم الشهر الماضي الفرص الاستثمارية في السودان. ويتم خلال الملتقى عقد منتدى يبحث نقل التجربة الإيطالية في مجال الاستثمار إلى السودان ولقاءات مشتركة بين الشركات الإيطالية التي أبدت الرغبة في الاستثمار بالسودان عند زيارتها في فبراير الماضي التي تشمل مجالات التعدين والنفط والطاقات المتجددة وغيرها من المجالات الصناعية والزراعية. ويعد انعقاد المنتدى الاستثماري بإيطاليا انفتاحا جديدا للاقتصاد السوداني على رؤوس الأموال الأوروبية ويمثل في الوقت نفسه رغبات عدد من المستثمرين الإيطاليين للاستفادة من فرص الاستثمار بالسودان. في أول نشاط اقتصادي للسودان في القارة الأوروبية بعد الانفتاح الاقتصادي الناتج عن الرفع الجزئي للعقوبات الأمريكية ضد السودان، انطلقت أعمال الملتقى الإيطالي السوداني الأول للاستثمار بمشاركة رجال المال والأعمال السودانيين ونظرائهم من الجانب الإيطالي في العاصمة الإيطالية روما. ويأتي الملتقى استجابة لرغبة مشتركة لعدد من المستثمرين الإيطاليين والسودانيين للدخول في شراكات ومشروعات استثمارية بالسودان، الأمر الذي يمثل انفتاحاً جديداً وفرصة كبيرة للترويج للمشروعات المستهدفة والوقوف على فرص الاستثمار بالبلاد بصورة عامة، ويشكل مدخلاً للاتحاد الأوروبي وللدخول للاستثمار في السودان. ويعول السوداني على المنتدى في فتح مسارات للتواصل مع الاتحاد الأوروبي عبر بوابة التجربة الإيطالية مجال الاستثمار في السودان، خاصة وأن العديد من الشركات الإيطالية قد أبدت الرغبة في الاستثمار بالسودان عند زيارتها في فبراير الماضي في قطاعات التعدين والنفط والطاقات المتجددة وغيرها من المجالات الصناعية والزراعية. وتعكس المشاركة الكبيرة من الجانبين السوداني والإيطالي والتي شملت وزارات القطاع الاقتصادي بالسودان واتحاد أصحاب العمل السوداني والغرفة التجارية العربية الإيطالية بجانب 14 شركة إيطالية كانت قد زارت الخرطوم في الفترة الماضية. تعكس هذه المشاركة مدى اهتمام الجانبين السوداني والإيطالي بتطوير التعاون الاقتصادي بينهما. ولمزيد من التوضيح تنضم إلينا عبر الهاتف السفيرة أميرة قرناص سفيرة السودان بإيطاليا. مرحبا بك سعادة السفيرة. ألو. أيوة أهلا. مرحبا بك أنت على الهواء معنا مباشرة سعادة السفيرة أميرة. بداية، ما هي أهم القضايا والملفات التي طرحت على طاولة الملتقى السوداني الإيطالي؟ أيوة، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا لقناة F24 على تحت الفرصة لنا لنقل ما تم اليوم في الملتقى الاقتصادي السوداني الإيطالي بروما. اليوم استعرضت عدة أوراق من الجانب السوداني في مجالات مختلفة بتقديم من برئاسة الوفد الحكومي، كان برئاسة وزير الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم، وكان في مجال القطاع الزراعي والتصنيع الزراعي، وكذلك قدمت ورقة عن النفط وإمكانيات الاستثمار في هذا المجال، وكذلك مجال المعادن ومجال البنية التحتية والطاقة المتجددة والسكر والسياحة. طرقت عدة مجالات، قدمت عدة أوراق في هذه المجالات، وأيضا وزارة الطرق والكباري قدمت أيضا عدة مشاريع للاستثمار من الجانب الإيطالي. جدير بالذكر أن 132 شركة إيطالية شاركت اليوم في الملتقى، وعلى رأسها شركات كبرى مثل شركة إريدانيا المعنية بالتصنيع السكر، وكيرمونيني ثاني أكبر شركة لتصنيع اللحوم في أوروبا، وشركة إيمي المعروفة كبرى الشركات الإيطالية العاملة في مجال النفط. سعادة السفيرة، يعني ما هو حجم المشاركة ومدى تفاعل القطاعات الاقتصادية في إيطاليا مع الملتقى من خلال ما تشاهدونه أنتم الآن داخل روما؟ والله الحقيقة يعني حسب تعليقات اتحاد أصحاب الصناعات الإيطالي الذي يوازي اتحاد أصحاب العمل، الشركة حجم المشاركة من الشركات الإيطالية كما ذكرت 132 شركة، هذا عدد كبير للغاية مقارنة بالمنتديات الأخرى التي تعقد في إيطاليا، فهذا من أكبر المشاركات، وهذه هي
المرة الثالثة التي تأتي فيها شركات إيطالية للمشاركة في منتدى اقتصادي سوداني إيطالي. فالإقبال كبير جدا، وهناك اهتمام شديد بالشركات الإيطالية للعمل في السودان، لا سيما بعد رفع الجزئي للعقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة والتي على السودان، والتي نتطلع أن ترفع نهائيا في يوليو القادم، وخاصة مجال الاستثمار الجاذب من قوانين مشجعة للاستثمار والأمن والاستقرار السياسي. وأيضا الموقع الاستراتيجي للسودان يعتبر أيضا مسألة مهمة جدا بالنسبة للإيطاليين، إذ أن الانفتاح الاستثمار في السودان يعني الاستثمار في عديد من الدول الأفريقية والدول العربية. كما تعلم موقعنا يتيح لهذه الأسواق لمن يستثمر في السودان. سعادة السفيرة، يعني هنالك عديد من الشركات كانت قد زارت الخرطوم في فبراير الماضي، أبدت هذه الشركات الرغبة في الاستثمار بالسودان في مجالات كثيرة جدا. هل هنالك أي مشروعات تم طرحها على المستثمرين الإيطاليين، وما هي أهم القطاعات التي تقدم بها السودان للملتقى؟ أهم القطاعات بالتأكيد الأول القطاع الزراعي، ولا سيما مسألة التصنيع الغذائي والمجال الحبوب الزيتية، وكذلك مجال المكنة الزراعية يعني أو التقنية الزراعية التي تشتهر بها إيطاليا. كما تعلم هم متقدمين جدا في مجال الآليات الزراعية ولديهم خبرة كبيرة في ذلك. مجال السكر أيضا، ومجال السياحة، هناك رغبة شديدة للعمل في مجال السياحة في السودان. والبنية التحتية، كما تعلم أنشأت إيطاليا من قبل الشركات الإيطالية سدي خشم القربة والروسيري، وهي معروفة، والآن هي تساهم في بناء تقوم بعمل سد الألفية في أثيوبيا أو سد النهضة. ومن هذه من المجالات المهمة جدا بالنسبة لنا، عندنا مطار جديد وهناك فرص كبيرة جدا لعديد من الطرق في السودان. هذه فرصة أيضا، هذه المجالات المهمة بالنسبة لهم. ومجال الطاقة المتجددة سواء كانت الشمسية أو الرياح، فكل هذه المجالات. وحتى الآن يعني هذه المرة تشارك شركة إيني، كبرى الشركات في مجال النفط، أيضا في هذا الملتقى، ونتوقع أن يكون لهذه المشاركة ما بعدها. أود أن أشير إلى أننا سننظم إن شاء الله زيارة لرجال الأعمال الإيطاليين لشركات كبرى، ولمعظم هؤلاء الذين شاركوا زيارة للسودان في أكتوبر أو نوفمبر القادم بإذن الله. ما فحوى هذه الزيارة؟ ماذا تودوا أن تقدمون لهم من خلال هذه الزيارة فيما يخص الجديد؟ نود منهم أن يطلعوا، لأنه من يرى لا كمن يسمع. صحيح. نود منهم أن يأتوا لرؤية المجالات الاستثمار الموجودة، المناخ الآمن في السودان والاستقرار السياسي، وكثير من المشاريع القائمة حاليا والتي نتوقع أن تكون. ثم الآن الوفد السوداني ليس كان ممثلا لاتحاد أصحاب العمل وبعض الشركات، وأعتقد أن زيارة العدد من الشركات ورجال الأعمال ستتيح فرصة لبقية رجال الأعمال في السودان أصحاب العمل إلى الالتقاء برصفائهم من أصحاب العمل في إيطاليا والدخول في شراكات والاستفادة من الخبرات الإيطالية، بالإضافة إلى استثمار البعض في مجالات مختلفة في السودان. ما لمسناه اهتمام كبير، والآن تجري لقاءات بين رجال أعمال من جهات مختلفة، من الجانب الإيطالي مع الجانب السوداني. طيب سعادة السفيرة أميرة، يعني ماذا عن الغرفة التجارية الإيطالية والتجار الإيطاليون والمنتجون والمصنعون، كيف ينظرون للقرار الأمريكي المتوقع برفع الإجراءات الاقتصادية والعقوبات الاقتصادية على السودان الكلي؟ بسعادة كبيرة، أستطيع أن أقول بسعادة كبيرة وبارتياح كبير،
لانه ظلت اصحاب العمل الايطاليين والشركات الايطاليه حريصه على تثبت في السودان، وكان ما يحول بينها وبين ذلك هو العقوبات الامريكيه التي تحول دون اجراء المعاملات المصرفيه بصوره عاديه، وبالتالي كان من الصعب عليهم. واود ان اشير الى ان ايطاليا من الدول القليله التي عقدت اصحاب العمل فيها عقدوا مؤتمر قبل ذلك عن العقوبات المفروضه على الدول، واستعرض فيها السودان كما بين النماذج التي تعيق استثمارهم وفتح الاسواق لهم في دول اخرى، وكان هناك يعني عدم ارتياح كبير لهذا الامر. الان وبما ان العقوبات رفعت جزئيا ونتوقع ان ترفع كليا في يوليو القادم، اتوقع المزيد من الشركات واصحاب العمل ورجال الاعمال سيأتون إلى السودان، سواء كان لاستثمار أو دخول في شراكات أو نقل الخبرة التقنية العالية، خاصة في المجال الزراعي والطاقة المتجددة والنفط والعديد من المجالات للسودان. سيما كما ذكرت السودان موقعه المتميز وتوسطه بالدول الأفريقية، وخاصة أن لدينا أسواق الخمسة ولدينا الأسواق العربية، فهذه كلها متاحة لهؤلاء المستثمرين، والاستثمار في السودان يعني الاستثمار في هذه الدول والأسواق مفتوحة لهم. طيب سعادة السفيرة، يعني كيف تنظرون إلى مستقبل العلاقات الاقتصادية السودانية الإيطالية على ضوء النتائج التي خرج بها الملتقى؟ والله أستطيع أن أقول أن العلاقات حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية لم تكن ترغى لطموحنا، ولم تكن مواكبة للتطور في العلاقات السياسية. نأمل أن يأتي هذا النجاح، هذا المتغى، هذه بداية، النتائج تأتي بعد أن نرى هذه الأشياء على أرض الواقع، ونعتقد أن هذه بداية مبشرة لانفتاح اقتصادي من إيطاليا على السودان والجمال شركات كبرى الشركات، ونأمل أن ينعكس هذا يعني على العلاقات بين البلدين وتطورها من الناحية الاقتصادية وأن تواكب الناحية طيب سعادة السفير، نتحدث دائما عن العلاقات الاقتصادية، لكن ماذا عن التواصل الثقافي والرياضي والاجتماعي الآخر ما بين شعبي البلدين؟ طالما نتحدث عن ملتقيات اقتصادية، هل من التقاء ثقافي أو مجتمعي آخر فيما يخص التبادل بين البلدين؟ سبق أن أغمنا يعني أولا شارك السودان في مهرجان الأمم الذي كانت أقامته إيطاليا قبل أكثر من سنتين أعتقد، وعند انعقاد الملتقى الاقتصادي الثاني السوداني الإيطالي في روما أيضا كان هناك جانب ثقافي. الآن نحن بصدد تنظيم عمل ثقافي كبير في شهر سبتمبر القادم يعكس كل المجالات الثقافية السودانية في إيطاليا، نعكسها هنا في إيطاليا فيما يتعلق بالفنون، بجميع أنواع العلاقات بين الجامعات، من ناحية الثقافات يعني الفولكلور السوداني. نأمل أن يكون معرض ثقافي شامل، يعني بدأنا الإعداد له من الآن لسبتمبر القادم. هذه مسائل مهمة، وأنا شاركت مؤخرا أيضا في برنامج نظمة في جامعة بادوفا في إيطاليا هنا، كان للعلاقات الثقافية بين البلدين، وهناك كثير من الأساتذة من الجامعات السودانية يحضرون بإيطاليا وكثير من الطلاب السودانيين، والآن هناك تزايد في أعداد هؤلاء. فالعلاقات الثقافية أيضا تسير جنبا إلى جنب، ولكن توقفنا أحيانا قلة الميزانية المخصصة لهذا العمل. طيب سعادة السفيرة، ختاما يعني كيف تقيمون مشاركة القطاع الخاص السوداني في الملتقى؟ القطاع السوداني كانت مشاركته كبيرة جدا، الاتحاد القطاع الخاص تقصد. نعم القطاع الخاص كان شاركت عدة شركات، ولكن نحن قصدنا كما ذكرت
لأن هذا الملتقى يأتي مباشرة بعد رفع العقوبات الاقتصادية جزئيا على السودان. قصدنا تعريف الشركات الإيطالية والقطاع الاقتصادي هنا بتطورات التي حدثت سواء كان من الناحية السياسية أو الاقتصادية وما يترتب عليها وما يوجد لدينا من قوانين وكذا. فبالتالي كانت هناك شركات كبرى مثل شركة مجموعة محجوب أولاد، مجموعة سي تي سي، شركة كنان الهندسية، شركة الكهرباء، ممثلين وزارة النفط، الهيلغومية للطرق والكباري، دي من الناحية الجهات اللي كانت شاركت. فهي لذلك نحن ننظم زيارة لهؤلاء الناس للسودان حتى يستطيع أن يلتقوا بجميع رجال الأعمال هناك والشركات الكبرى أيضا في السودان التي ترغب في التعامل مع الجهات الإيطالية في هذا. من العاصمة الإيطالية روما، شكرا سعادة السفيرة أميرة قرناس سفيرة السودان بإيطاليا، كنت معنا عبر الحدث الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم. شكرا شكرا شكرا. مشاهدينا الكرام، عقب الفاصل نلتقي لطائفة من أخبار الولايات الاقتصادية، ابقوا معنا.